ضيفاتنا هي عازفة جميلة لارا زيد، اللي كانت أول لقاء كان بالظهيرة كان قبل 8 سنوات. كانت تلقي الشعر وعندها جوائز كثيرة في الشعر، متفوقة. وبعد ذلك عمرها 12 تعلمت العزف على القانون، والقانون ذهب بها إلى أماكن كثيرة، وهي تعد أصغر عازفة في أوركسترا الفردوس، وهي أوركسترا الرسمية لدبي، وشاركت بالفعل في إكسبو 2020-2021، وعملت إلى جانب الموسيقار والمؤلف الموسيقي الأستاذ رحمان في عام 2021، وهي أصغر عازفة في مهرجان الموسيقى لمترو دبي في عام 2023، وأحيت أماسي عديدة. اليوم راح نتعرف على رحلتها مع القانون. أهلا لارا، شلونك حبيبتي؟ انتي شلونك؟ انا الحمد لله. الحمد لله. انتي بتنا بت الظهيرة. انا وياكم من كان عمري 8 سنوات، من كان عمرك 8 سنوات؟ اي الصف الرابع اتذكر. اي وهسه انتي ما شاء الله راح تدخلين كلية جامعة، صرت خلصت اول سنة هسه حخش ثاني سنة. ما شاء الله حبيبتي انتي. القانون وين وداك؟ والله اني بديت بالعزف على آلة القانون كان عمري 12 سنة. والله هي ماما اللي عرفتني على آلة القانون. وبالبداية بديت بالعزف في حفلات جدا بسيطة بالأكاديمية مالتي. وبعدين انتقلت ودخلت لأوركستر فردوس من كان عمري 15 سنة، وشاركت وياهم السنة كاملة، وعزفت في حفلة الافتتاح وحفلة الختام وحفلات خلال فترة اكسبو، وانا كنت اصغر عازفة واصغر وقتها غطينا هذا الحدث احنا. صحيح اتذكر. وبعدين بديت ادخل في ايفنتات مثل احكي لنا شنو ورا هذا الحدث الكبير اكسبو. والله اني ورا هذا الحدث دخلت ويا مكتبة محمد بن راشد، شيخ محمد بن راشد، وعزفت في أمسيات شعرية، وكان أكو عندي هواية عزفت ويا طيران إمارات. في مهرجان طيران إمارات. دورة واحدة لو هو دورة سنوية؟ طبعا دورة سنوية، بس أنا هاي 2023 عزفت وياهم. وعزفت وياهم في الكثير من المحافل مالتهم. طيب يعني وجودك في الأوركسترا كأصغر عازفة وقتها ب 2020 2021، صحيح، هو اللي سلط الاضواء عليك والناس كلها عرفت انه صحيح. ما هو هاي كانت اظن الستيب اللي خلتني اتطور ويا آلة القانون، لان جربت هوايه اشياء، قمت اعرف شلون اسوي تقاسيم على القانون، قمت استكشف آلة القانون بطريقه غير اللي هي كانت اقتراح الوالده. صحيح. طب البدايه انت ما عندك معرفه قبل باي آله موسيقيه؟ أني دائماً كنت أحب الموسيقى. أني أختي الصغيرة قبلي كانت تعزف جيتار. نعم. ولهسه تعزف جيتار. فأني دائماً كان عندي حب للموسيقى. ودائماً ردت أعزف على آلة موسيقية، بس ما كنت أعرف أي شنو. آلة. صحيح. فجربت هواية آلات. جربت الجيتار، جربت البيانو. وبعدين ردت أعزف على آلة العود. بعدين والدتي هي اللي قالت لي ليش ما تعزفين على آلة القانون؟ وجربت آلة القانون ووقعت بغرام آلة القانون، ما ترك إيدي. والله أني يعني بعد ما بديت العزف على آلة القانون هواية تجارب اجتني، يعني طورت مشتي نفسي. مشتي تتخيليها يعني ما تتوقعيها. صحيح. صح. طيب ايش راح تعزفين هسه؟ قلتي لي قبل ما ندخل الاستوديو انا محضره معزوفات. صحيح. هواية. حازف لكم طالعه من بيت ابوها. يلا. Thank you.
واضح انه انت اذا تخلين بالك شغله تتقنيها. يعني انت كنت من انت صغيره متفوقه بالشعر ومراكز متقدمه، وصور احنا حكينا عن هذا في حلقات سابقه. أكيد. ومن والدتك انه اقترحت عليك القانون، ما حبيت تكوني شيء عازفه، قلت لا عازفه وايضا تحققين. شلون الشهره حققتيها بالشعر وانت صغيره؟ صحيح. بعد عن الايفنتات حكينا عن مهرجان طيران الامارات. صحيح. ومكتبه الشيخ. صحيح. أنا هم كان عندي تجارب للعزف المنفرد. نعم. ويا The House of Pianos Stanley Hall. نعم. وأيضا تودا وهي The Theater of Digital Arts. نعم. عزفت عزف منفرد، يعني كونسرت كامل قطع موسيقية لعازفين، أنا عزفتها على القانون. نعم. وكانت تجربة رائعة جدا، يعني أحس من هاي التجارب تعلمت هواية عن آلة القانون، وقدرت أني أعزف تقاسيم أني مسويتها من تأليفي. فكانت تجربة جدا يعني رائعة. يعني دخلتي مرحلة التأليف. صحيح. يعني ما حقول أنه أني مؤلفة، بس حاولتي. حاولت. نعم. محاولات جدا بسيطة على آلة القانون. يعني أنت الشيء الحلو ويا آلة القانون تقدرين تعزفين أي شيء على آلة القانون، مو بس قطع عربية، بس حتى قطع إنجليزية. فيعني هواية أنا أحس ويا آلة القانون من يعني بديت العزف على آلة القانون قدرت أستكشف هواية. أيوة، وانفتحت لك أبواب هواية. صحيح. طيب هل كان يعني اكيد نجاحاتك في هذه الايفنتس هي اللي خلتهم يطلبوك بهالشكل هذا؟ اكيد. انت ما عندك رهبه المسرح، لان انت من انت صغيره تلقين شعر وتشاركين مسابقات، فهاي الشغله انت مخلصانه من عندها، صح؟ طبعا. يعني ما اقول لك انه اكو مرات خوف، اي قلق، هذا طبعا هذا القلق. أيه. قلق اظن اسميه القلق الطبيعي، المشروع نسميه. فيعني اني طبعا اكو قبل ما اطلع المسرح واعزف، واذا اكو هوايه ناس طبعا اتوتر، بس من ابدي العزف على آلة القانون خلاص ادخل الزون، يعني ما اتشتت. صحيح، كنا نسويه والله. صحيح. طيب قلتي لنا راح تعزفين لنا اغنيه اجنبيه القانون؟ والله اني ما مجهزت لكم، بس اقدر اسمع. طيب لك اللي يعجبك. بلا تشاو اذا تريدين. طيب في فيديوهات لك للمشاركات الكثيرة، خلينا نشوف قسم من عندها وشون كانت طلت لارا في هذه المشاركات المهمة. في أكثر من فيديو كلها ما شاء الله، يعني طلتش حلوة. شكرا. وقفتج. Thank you.
حلو يا لالا، بتضفي نتي جو حلو وانيق. شكرا. طيب شنو اخر شيء كانت مشاركه؟ ليش أني هسه بديت أدرس في جامعة مكجيل في مونتريال كندا. نعم. فأني من طموحاتي كانت إنه أنشر آلة القانون. لأن ما هواية ناس يعرفون آلة القانون، حتى بالدول العربية ما هواية ناس يعرفون. بس يعني بالدول الأجنبية طبعاً ما حد يعرف آلة القانون. فهاي كانت من طموحاتي إنه أنشر آلة القانون. فدخلت للجامعة وتعرفت على هواية ناس. وبعدين بديت العزف في إيفنتات بسيطة. عزفت في الكولتشرال سواري، وعزفت بحفلة مالت الأرب فست مال الطلاب العرب. نعم. والله لاقى هواية إعجاب. كان أكو مو بس عرب، كان أكو هم أجانب. سولو لو عزفت ويا فرقة؟ لا، عزفت سولو وعزفت ويا بنية تعزف دربكة. يعني أحيانا حفلة جدا بسيطة بس كانت جدا حلوة، يعني هواية استمتعوا. وما هواية ناس يعرفون آلة القانون، فهو ناس قاموا يسألون شنو هاي الآلة، انت ايش قد صايرش تأسفين. فكانت صار قبول يعرفون. صحيح. وقاموا ناس يعني يستكشفون هاي الآلة، يعني لأن أنا هذا طموحي إنه أعرف آلة القانون، إنه مو بس أكو آلات كلاسيكية فايولين بيانو جيتار، لا. أكو آلات عربية وآلات جميلة جدا مثل القانون السنطور. أكو هواية. شو درسين؟ أني أدرس بريمد فارماكولوجي. إن شاء الله إن شاء الله أريد أدخل طب. إن شاء الله حبيبتي. أي يلا كل التوفيق إن شاء الله. شكرا. شو عندك مشاريع؟ أنت هسا راح تروحين تكملين يعني تبلين الدراسة؟ من طموحاتي نريد إحنا الطلاب العرب في مجل العازفين، لأن مو أني يعني من خلال هاي الحفلة البسيطة اللي سويتها بمجل تعرفت على هواية عازفين على آلات عربية. فنريد نسوي أوركسترا بسيطة جدا نعزف في حفلات في مجل. يعني خارج الكولج، خارج الجامعة. For now نريد نعزف في الجامعة، بس بعدين ما أعرف يمكن نقدر نكمل برا. حلو يا دراستك. صحيح. ويا دراسة الطب انه تبقين على اكيد على حبك لهذا. حبي للقانون ما راح يروح يعني. اكيد اكيد طبعا للشعر. مخلصة مخلصة. والشعر شنو اخبارك؟ شعر يعني انا شفت لك امسيات تلقين الشعر وتعزفين. صحيح. اني دائما يعني الشعر وياي من كان عمري 7 سنوات. وقطعة من قلبي يعني طبعا. كنت يعني القي واكتب واشارك في مسابقات. فالشعر بعد مكمل وياي. كل التوفيق حبيبتي. فرحانين بيك. يعني هسه هذا بعد قد نلتقيك؟ يعني هذا هسه اخر لقاء بال ما اعرف. يلا نلتقيك، المهم انت بخير ونسمع اخبارك الطيبه. انا احب اتوجه بالتحيه لوالدتك لانه هي هلقد حريصه عليكم انت واخوانك. ودائما اختياراتها تكون صائبه، وكانه هي ما اعرف قلب ام تقرا كل شيء. خجلت. لا بس كلمه حق تقال، يعني شلون انه واحد يحيط اولاده برعايه. أكيد طبعا برعايه ووصلهم. ودعم الاهل جدا مهم. يعني نعم. اني لو مو والدتي ومو والدي اني ما كان وصلت وين اني اليوم. صحيح صحيح. لارا سعيده كلش بيك وبدها تحققي، وان شاء الله يا ربي تروحين ترجعين بالسلامه، وايضا نلتقيك ونشوف ايش سويتي بكندا. اكيد اعزف لكم. اكيد.